مرحبا. بالعام 1992 كتب الروائي الأمريكي نيل ستيفنسون رواية بعنوان حطام الثلج، وقت بيحكي كان عن مجموعة من البشر بيتواصلوا مع بعضهم عن طريق واقع افتراضي، وظهر لأول مرة مصطلح الميتافيرس. شو هو الميتافيرس وشو له علاقة بالسينما؟ خليكم معنا لتعرفوا. ميتافيرس كلمة مكونة من شقين، ميتا بمعنى وراء وفيرس يعني الكون. بدأت الفكرة ببساطة بالسينما من أفلام التسعينيات مثل بليد رانر وماتريكس، بالإضافة لمواسم مسلسل بلاك ميرور. بالنهاية هي بتضل أفكار خيالية محصورة بالسينما. صحيح أنه أعلن عنه مارك زوكربيرغ، لكن هذا ما بيعني أنه هو تحقق فعليا. هو قال أنه ممكن بالعشر سنين الجايين أو بده ممكن 15 سنة لحتى يتم تنفيذه. بس هل يا ترى رح يتحقق واقع الميتافيرس عن جد؟ هذا الجواب رح نكتشفه خلال العشر سنين اللي جايين، لأنه عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وسامسونج عم يتصارعوا كلهم ليكونوا السباقين بتنفيذ فكرة الميتافيرس. لنفرض جدلا انه الميتافيرس صار واقع، متخيلين شكل الحياة الاجتماعية كيف بده ينقلب؟ اي نحن هلا ومو خالصين، يعني ابشروا بعزلة لا نهائية بين البشر. ببساطة كل ما زادت الوسائل عم بيقل التواصل. بس بغض النظر عن الآثار السلبية اللي رح تتركها على حياتنا الاجتماعية، اكيد إلى حسنات كتير كبيرة، مثل التطور اللي رح نشوفه بالمجالات الطبية والتكنولوجيا وحتى الترفيه. بالنهاية فكرة الميتافيرس لازالت بالمهد، وإمكانية تنفيذها بدها وقت كتير طويل. فهل أنت مع تنفيذها بأسرع وقت ممكن، أو إنه هي رح تحول شكل الحياة لدمار شامل؟ اكتبوا لنا آرائكم بالتعليقات، لايك وشير وسبسكرايب وباي. لا لا لا، اليوم إذا ما خلص حلقة كن، لا بس هذا صعب.